السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله حياكم الله، وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في درس جديد من دروس دورة دوت نت كور. تعرفنا في الحصة الماضية على مكتبة دوت نت القياسية أو دوت نت ستاندر لايبراري. في هذه الحصة إن شاء الله سوف نتعرف على الدوت نت الأصلي أو الدوت نت المحلي المعروف بالدوت نت نيتيف. الدوت نت نيتيف أحبتي في الله هي عبارة عن آلية أو عبارة عن تقنية، يعني تكنولوجي، حتى مايكروسوفت تقوم بتعريفها بـ Pre-Compilation Technology. فالدوت نت نيتيف هي تقنية تسمح بتحويل الكود المكتوب بالدوت نت إلى أوامر أصلية Native Instructions. هذه الأوامر سينفذها المعالج بشكل مباشر Directly دون المرور عبر وساطة الـ CLR Common Language Runtime. فكما هو معلوم أحبتي في الله، فإن الأوامر البرمجية التي نقوم بكتابتها بلغة الدوت نت يتم تحميلها إلى السي ال ار، إلى الران تايم، يعني الكامل لانجويج ران تايم، يتم تحميلها في هذه البيئة، ومن ثم يتم تحويلها بواسطة جيت كومبايلر إلى نيتيف انستراكشنز، يعني لا بد أن تمر بواسطة السي ال ار. في هذا في الوضع الافتراضي. في الوضع العادي عند استعمال الدوت نت نيتيف، يعني هذا الدوت نت الأصلي، فإن الأوامر التي نكتبها بلغات البرمجة الخاصة بالدوت نت يتم ترجمتها مباشرة إلى لغات أو إلى لغة المعالج CPU language، يعني يتم تحويلها إلى native instructions، أوامر أصلية أو أوامر محلية. هذه الآلية أو هذه التقنية أحبتي في الله لها عدة إيجابيات، نذكر منها أنها تسهم في تحسين سرعة التنفيذ، يعني it improves execution speed، يعني التطبيق يصير أسرع بكثير منه لو تم تنفيذه على مستوى السي ال ار. ايضا تحسين استخدام الذاكره، يعني الذاكره يتم تحسين استخدامها حينما نتعامل مع الدوت نت نيتيف. هذا احبتي في الله فيما يخص هذه التقنيه التي تسمح لنا بتحويل الكود بشكل مباشر الى النيتيف سي بي يو لانجويج، يعني الى اللغه الاصليه الخاصه بالمعالج. هنا أحبتي في عندنا جدول يقوم بعمل مقارنة بسيطة لمختلف التقنيات والأطر التي مرت معنا. عندنا هنا في الأول دوت نت فريم ورك، هنا من خصائصه أنه متعدد الاستعمال ملتي بوربوز، يمكننا استعماله لإنشاء تطبيقات ويب، موبايل، سيرفيسز، ديسكتوب وما إلى ذلك. الدوت نت فريم ورك الأوامر التي نكتبها بلغات يتم تحويلها إلى انترميديت لانجويج كود داخل السي ال ار، ثم هو يشتغل على نظام الويندوز فقط، يعني هو ويندوز اونلي. بالنسبة للزامرين، زامرين هو للموبايل فقط، يسمح لنا بإنشاء تطبيقات للموبايل، يتم تحويله أيضا إلى الـ IL كود، ثم هو يشتغل على الـ iOS وعلى الأندرويد وعلى الويندوز موبيل. بالنسبة للدوت نت كور وهو إطار العمل الحديث والذي سيكون إن شاء الله موضوع هذه الدورة، فهو بدوره متعدد الاستعمال، يسمح لنا بإنشاء تطبيقات متعددة الأنواع. طريقة ترجمته يترجم أيضا إلى الـ IL كود Intermediate Language Code داخل كور CLR، ويشتغل على جميع الأنظمة ويندوز، ماك أو إس، لينكس، يعني هو كروس بلاتفورم. أيضا دوت نت نيتيف هو أيضا كروس بلاتفورم، هنا يستعمل التحويل المباشر من الأوامر البرمجية إلى النيتيف كود. هنا يتم تحويله إلى ماذا؟ إلى نيتيف كود، إلى كود أصلي، بمعنى يدوز، أو قلتها باللغة المغربية يدوز، يعني يمر بشكل مباشر إلى لغة السي بي يو دون الحاجة إلى المرور عبر الكومن لانجويج الران تايم. إلى هنا أحبتي في لا تنتهي حصة اليوم، أرجو من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في الحصص الماضية وفي هذه الحصة في شرح هذه المكونات. أتمنى أن نكون إلى حدود الساعة قد تعرفنا على ما هو الدوت نت فريم ورك، على ما هي خصائصه، على الزامرين، على الدوت نت كور، وعلى الدوت نت الأصلي دوت نت نيتيف، أيضا دوت نت ستاندر، مكتبة الدوت نت ستاندر، ينبغي أن نكون على علم بماهيتها. نكتفي بهذا القدر ونلتقي في الحصة المقبلة إن شاء الله بحول الله وقوته، من أجل التعرف على الأدوات اللازمة للدخول في صلب موضوع هذه الدورة، للانتقال إلى الجانب العملي في هذه الدورة. أدعو لكم جميعا بالتوفيق والسداد، دام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.